ماي رحال من ومضه، معنا نديم قبيسه مخترع كريبتو كات. هاي نديم، يعطيك العافيه. الله يعافيك، خبرنا شوي عن منصه كريبتو كات. نعم، كريبتو كات هو برنامج بيشتغل على حل كمبيوتر، فيك تنزليه لفايرفوكس او لجوجل كروم، وهو برنامج محادثه يعني مسجنج مثل ام اس ان او فيسبوك شات او جوجل توك. بس الفرق بينه وبين هول البرامج اللي هلا ذكرتهم انه كريبتو كات بيشفر كل المكالمات اللي انت عم تحكيها اوتوماتيكيا، يعني حتى انا اللي مشي النتورك والعامل البرنامج ما فيني اقرا شو عم تحكي انت على كريبتو كات، واذا حدا عم يتنصت عليك ما في كمان ثيوريتيكلي يعني ان شاء الله ما في اللي عم ينقال. فهو بيحاول يعمل تقنيات التشفير اللي هي اصلا كانت بس يعني تستعمل للجيوش وللمخابرات يعني قصص هيك، بس بيخليها تصير فيها تستعمل بس الحيله انسان، يعني انا فيني استعملها، امي فيها تستعملها، اختي فيها تستعملها، خيي فيها يستعملها، انت فيك تستعملها، حيله حدا اصدقائي بالجامعه فيهم يستعملوها، الناس اللي عم يدرسوا بزنس بالاليو فيهم يستعملوها. وهذا الشيء بس كمان الحافظ على الخصوصيه تعول البشر، وبطريقة أنه حتى عن شو بدك تحكي بضل في عندك طريقة تحكي عنها بخصوصية. هو برنامج مفتوح، صار عمره سنة ونص المشروع، وهالشهر صار عندنا 8000 مستخدم كل شهر، يعني 8000 شخص مختلف بيستعمل كريبتو كات كل شهر ك يعني أفريج. الأشخاص اللي بيستعملوا كريبتو كات هن يعني هو برنامج معمول لحتى يأمن التشفير لمين ما كان، ففي ناس بيستعملوا كريبتو كات لأشياء كتير طبيعية إنه يحكوا مع رفقاتهم، في ناس بيستخدموا كريبتو كات وصل لي يعني أنا ما بزين مين عم يستخدم، ما عندي قدرة إنه كل شيء مشفر، بس في ناس بعثوا لي إيميلات إنه شكر أو إنه بس عم بيخبروني قصصهم، ففي مثلا ناس بيدافعوا عن حقوق الإنسان بيستخدموا كريبتو كات لحتى يحكوا عن هالأمور، في ناس بيحكوا بيستخدموا كريبتو كات لحتى يحكوا مثلا عن الاغتصاب، انه لحتى يقدروا يوصلوا اخبار عن الاغتصاب خايفين ما انه يرجع حدا يجي ضدهم. هو بكل بساطه بس عم نحاول انه يكون في بنى تحتيه على الانترنت مفتوحه، صله البحث تاعولها مفتوح، البرمجه تاعيتها مفتوحه، وبتشتغل بطريقه سهله انه حيلا حدا في يستعملها لحتى يحكي عن شو ما بده بطريقه انه في خصوصيه. كل ما هيك مترجم على 22 لغه البرنامج وبيمشي على تقريبا حيلا كمبيوتر. نديم قبيسة مخترع كريبتو كات، شكرا لتحدثك مع ومضة.